ما توقف نبض الحياة، وأي جانب من جوانب الحياة بسوريا طوال ال7 سنوات اللي مرت عليها، بل بالعكس وجدت مجالات جديدة وبرز الإبداع بمختلف مناحي الحياة. أكيد ضيوفنا لآخر فقرة من صباحنا هن يلي اختاروا الرقص وسيلة للتعبير عن موهبتهم، إيصال رسائل متنوعة يمكن تكون بحالات أبلغ كتير من الكلام. لأول مرة عم نحكي عن تعليم الرقص الإسباني والهندي، واليوم أكيد بصيرنا أنه نرحب بمدربة الرقص رشا الفحل وطلابها أكيد باسكال طعمة وحياة حجازي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح النور. يسعد صباحكم. خلينا نحكي رشا عن سحابة سلام، كيف تأسست ومنين طلعت الفكرة؟ هلا هي تأسست، يسعد صباحكم. أول شيء تأسست من سنتين، بلشت الفكرة عبارة عن نادي كان بمختلف مجالات رياضيات إنجليزي وفرنسي. حبينا نتميز بوقت يعني صارت كل النوادي متشابهة، بوقت نحن بحرب يعني كل شيء صار متشابه والناس ملت، فحبينا ندخل الثقافة الهندية اللي كلنا بنعرف فيها ثقافة حب وسلام وألوان يعني وفكرة كتير حلوة عنا، بس للأسف ما كان في وسيلة نوصل له. فحبيت أدخل هذا الشيء من سنتين بالنادي. بلشنا بعدد قليل تقريبا 20 بنت، وهلأ صرنا 300 400 بنت تقريبا بعدة مراكز يعني. نعم، كمان بدنا ندردش شوي مع الصبايا. خلينا نحكي قد ايه ضليتوا وقت وانتم عم تتعلموا بهي الفرقة، شو قدمت لكم قبل ما انتم تقدموا لها؟ لا نحن من هديك الصفية كنا بلشنا، أول شيء ما كنا بنعرف عن هذا الشيء، قرينا الإعلان وحبينا الفكرة يعني، وكان نحن عنا شغف بالرقص فبلشنا، وكان أول شيء حلو. قد ايه بتحسي انه يمكن فيها تخفيف عن الضغط؟ كيف بتحسي وانت عم ترقصي بين باقي رفقاتك ومع المدربة؟ شو بيكون احساسك؟ من يعني تحسي انه في طاقة فرح عم تنتشريها؟ ايه، بنعبر عن حالنا ونفرح من جواتنا يعني احنا عم نرقص. باسكال بدك تحكي شي عن هي القصة، انه شو بتحسي، شو قد ايه تغيرت حياتك بعد ما فتي واعتمدتي هذا النوع من اللي خلينا نعتبره الترفيه؟ لا كله مثل ما قالت، انه بتحسي بفرح وطاقة، وهيك مبسوطة بتعليم الرقص؟ اكيد، انه كتير حلو هو وهيك. خلينا لا نحكي، هن يمكن متلبكين شوي أول مرة. تفضلي. خلينا نحكي عن مهرجان صيدنايا، أكيد نحن بنعذرهم للصبايا الحلوين في شوية تلبك، بس مثل ما قلنا أول شيء ممكن هو الرقص أكبر وسيلة للتعبير أكثر من تماما. الكلام حتى، بس هلا بعد شوي أكيد بدنا ناخذ منكم تفاصيل كمان، وبنرجع بنحكي عن مهرجان صيدنايا، كيف عم بيتم التحضير له، قد إيه عدد المشاركين، ممكن شو هو البرنامج الموضوع؟ هلا بالنسبة لمهرجان صيدنايا نحن عدة فعاليات ثقافية، يمكن بتعرفوا عنا بصيدنايا كثير مشهورين، الكشاف عنا والمراسم يعطيهم العافية، يعني كثير بيقدموا شيء حلو كل سنة. في عدة فعاليات، كلنا ايد واحدة، كل حدا حيقدم شيء. نحن رح نقدم الرقص الهندي والاسباني، طبعا كل شيء غربي، يعني نحن مثل ما قلت لك قبل اخترنا هذا الشيء لانه هو بيعبر عن السلام، يعني بالنهاية ابقوا حيث الموسيقى فالاشرار لا يغنون. والافضل ما يتجه هذا يعني خصوصا هذا الجيل بهذا العمر، افضل ما يتجه لاشياء سلبية، يعني بالحرب كثير عم لاقي يعني عم يروحوا لاشياء سلبية، لا بفرغوا الطاقة بشيء ايجابي، يعني نحن بحاجة كثير ندعم هاي الفئة، يعني ان كان نحن او اي جهه ثانيه بحاجه كثير نركز عليهم، انه نحن يكونوا الجيل اللي حيبني المستقبل بالنهايه. اكيد واجهتي صعوبه بايصال فكره سحابه سلام، وخاصه انه الفريق اللي معك هو كله من الاطفال، يعني هذا الجيل وهي الشريحه اللي فعلا الازمه يمكن خلينا كتير نقول اثرت عليهم، اثرت عليهم، تماما. ما عاشوا يعني الطفوله مثل ما هي، فهل كان في صعوبه لجذب الاولاد كمان؟ هلا بالبدايه من سنتين شوي، بس لما بلشوا الناس يعني يعرفوها اكثر صاروا الاهالي يحبوها اكثر من الطلاب، شجع. يعني ايه تماما، الاهالي كثير كانوا متعاونين معي، اهالي صيدنايا كلهم يعني بشكرهم، وقفوا كلهم معنا، السيد المحافظ كمان دعمنا وقال انا معكم، حتى اقترح انه يقدم لنا مبنى لحتى يشاركوا فيه الطلاب، انه يصير دائم لإلهم، يعني كثير قدموا مساعدات لانه بالفعل لاقوا شيء كثير منيح يعني، وشوي شوي عم تزيد القصه والكل عم يرتاح له. نعم، يعني عم نحكي عن ثقافه جديده ان كانت الهنديه او حتى الاسبانيه، لكن خلينا نحكي اليوم وين حابين توصلوا بهي الثقافه، وهذا يمكن هي السعاده اللي عم نشوفها مع كل الطالبات، يعني بلشنا بسحابه سلام، لوين حابين نوصل؟ هلا نحن حابين نوصل فكره انه نحن فينا بالاضافه لكل طلابي من المتفوقين بمدارسهم
كلهم علامات مميزه انه بالوقت الفراغ بدل ما يقطعوا ان كان عن نت او بتسلاي او بشيء سلبيه عم يفرغوا بشيء ايجابي. وبنفس الوقت كل ما قربتي من الموسيقى كل ما قربتي من السلام الداخلي. فنحن بدنا نوصل للسلام والانسانيه بالنهايه، هنا عم يدخلوا لها اكثر بهي الاسلوب. خلينا نحكي مع البنات لكان عن اللبس كمان، الزي اللي عم تلبسوه هو بيشبه الرقص الاسباني والهندي، تحكي لنا حياة شوي كيف تحضروا؟ اول شيء احنا يعني بنحب يعني دائما الواحد وقت يكون عم يرقص شيء بيلبس شيء قريب للبلد اللي هو عم يرقص على لحنا، ونحن بنلبس هندي احيانا. هندي بتحبي انت كانه الرقص الهندي اكثر؟ هن الاثنين كمان. بس قال نحن بدنا نتخلص شوي من هذا الخجل وتحكينا عن هي التجربة، يعني بين رفقاتك شو بتحسي انه كيف هي تغيرت هي الحياة، شو قدمت لك؟ خاصة عم نحكي عن الهندي والاسباني اللي هن بعاد شوي عن ثقافتنا وعن حياتنا وحتى عن الرقص والفولكلور السوري. الرقص الهندي هو كتير حلو ومتميز، يعني دغري بتحسي بيجذبك لحتى ترقصي، مشان هيك يعني حلو يعني وحبيت الرقصة. وهيك بتحبي تكملي بالمستقبل بهي الفرقة؟ بحب انه اكون من الهنود حتى. شكلك كتير بتحضر هندي معناتها. خلينا نحكي لك عن رشا عن الرسائل اللي حابة كمان توصليها، وايضا لوين بتطمحوا توصلوا بسحابة سلام؟ يعني لك سنتين عم تشتغلي فيها تماماً. هل هذا المشروع قائم بالمستقبل؟ إيه إذا الله راد، يعني كل ما كبر عددنا كل ما قدرنا نجيب يعني نعمل ثقافات. يعني بيقولوا لك الإنسان ما بيسافر لما يغير دولته، بيسافر لما يتعلم موسيقى جديدة، لغة جديدة، رقص جديد. فنحن بهالطريقة كأنه عم نسافر على الهند أو على إسبانيا أو أي دولة أجنبية. فنحن بهالطريقة عم نخلي الأشخاص اللي هون يكتشفوا ثقافات برا. وكتير عم نهون على الأشخاص إنه نحن متمسكين ببلدنا، نحن متمسكين بعقائدنا وبكل شيء موجود بالبلد. رشا، ردود فعل الأهالي كيف عم بتكون لما بيشوفوا أولادهم بهذا الزي الجديد، يمكن اللي بيختلف عن الزي اللي تعودوا له، حتى ما كان في مثلا فرق وشعبية وفولكلور دبكة رقصة إلى آخره، لكن الهندي والإسباني هو شيء جديد تماما. فكيف عم بتشوفي ردود فعل الأهالي؟ هلا بصراحة من مدة قدمنا عرض كتير كانوا مبسوطين، يعني كتير كتير كانوا فرحانين. وكنت بتمنى كل الطلاب يكونوا هون حقيقة، لأنه كلهم مجهودهم كان كبير وأهليهم كتير عم يقدموا مساعدات. يعني حتى عم يقولوا لي شو بدكم مساعدات لبعدين، نحن جاهزين بس ما توقفوا. يعني كتير عم يجيني شكر من الأهالي إنه أنتي عم تخلي أولادنا يروحوا باتجاه كتير منيح، فما توقفي هذا الشيء. فالحمد لله. وكمان نحن في فندق صيدناي السياحي قدم لنا صالة، صرنا سنتين عم نتدرب مجانا فيها بعيدا عن نادي سحابة السلام، غير النادي الإنجليزي والدورات عم يقدم لنا إياها مجانا. كتير أخذنا مساعدات من أهل صيدنا يعني. طيب خلينا نحكي لك عن كيف فيهم ينضموا هلأ الصبايا اللي عم بيشوفوكم لإلكم، شو في شروط للانتساب وكيف فيهم يتواصلوا معكم؟ تمام. هلأ نحن منشان الانتساب الجديد بدنا ناخد حسب مين عنده ميول أكتر، لأنه بتعرفوا هو بنهاية هواية. بنعمل كورسات دورات، وبعدين الشخص اللي بيكون بنقدر نتكفله ويكفي معنا. طبعا أهلا وسهلا بالكل، احنا بنتمنى نكبر يعني بالنهاية معهم. أكيد. رشا، بنهاية حوارنا بتمنى توجهي كلمة إن كان للأهالي يلي كانوا فعلا واثقين فيكم وبعتوا الصبايا والشباب وأولادهم يعني لحتى يخوضوا هاي التجربة الجديدة، وإن كان للصبايا والشباب يلي حابين ينضموا لكم، شو بتحبي توجهي لهم كلمة؟ هلأ أنا حابة أوجه كلمة ببساطة للكل، إنه قبل شوي ذكرتها إنه أبقوا حيث الموسيقى فالأشرار لا يغنون. فيني أقول شيء بسيط غير كلمة كمان، في قائد قدم موسيقى كمان معاصرة يعني كتير حاربوه لأنه قدم شيء للسلام، كان كلنا بنعرفه. تقدم لسلام كتير ناس حاربوا يقتلوه لأنه وصل لمرحلة إنه إحنا مو معروفين كتير الموسيقى والرقص بعصرنا. فطلع تاني نهار على المسرح وقدم كتير شيء إنساني. قالوا له أنت ليش عم تقدم؟ فقال لهم لأنه الأشرار ما بيمروا من صنع الشر وكذلك على صانع السلام. فجملتي أنه أنا بتمنى الكل يضلوا صانعين السلام، إن كان بالموسيقى، بالعمل الإنساني، بالخير. مثل ما الدكتور بيعالج جسد، كمان الموسيقى بتعالج الروح. يعني بالنهاية نحن غذاء الروح. تمام. مثل ما قلتي، واليوم في صلاة بمناسبة عيد السيدة، كل عام وانتم بخير. وأكيد كاميرا الإخبارية رح تصور هونيك. الصبايا شو بحب يقولوا؟ بتحبوا توجهوا كلمة لرفقاتكم، لأهليكم على دعمهم؟ شو بتقولوا لكل اللي عم بيشوفوكم؟ شكرا على دعمهم ولانه طوروا لنا هي الموهبه، وكمان بدنا نقول شكرا للمسرشة لانه عملت لنا هذا الشيء الجديد وفوردت المحبه على قلوبنا. شكرا كثير. شكرا كثير للمسرشة لانه هي كثير تعبت معنا
ونحن بنحب كمان كثير بنات جديده كمان تتعرف عليها، انه تتعرف على الرقص الهندي والاسباني، وبنشكر الكل اللي ساعدنا. أكيد، ونحن كمان بدنا نشكر هي الوجوه اللطيفة اللي شاركتنا صباحنا لليوم، بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، فعلا تستاهلوا مستقبل كتير يكون مميز وبيشبه قلوبكم. مس رشا شكرا لوجودك معنا لليوم، نوجه تحيتنا لباقي أعضاء الفرقة كلياتهم، شكرا لك. شكرا كثير.